الاي او اس الجديد بقى بتاع سيسكو. بص يا معلم، سيسكو لما بتيجي تنزل الاي او اس بيبقى عندها خطين انتاج للاي او اس، واحد اسمه الميل لاين ترين، خط الانتاج العادي، وواحد اسمه تي ترين. يعني ايه؟ هي نزلت نسخه 12.4، حلو، عايزه تنزل 12.4 دي، الناس خدتها جربتها لقيت فيها بج مشكله، فتقوم سيسكو منزله 12.4 تمام كده، لسه هو 12.4 هي صلحت البج فيه ريليس 3. طب وسيسكو بتعمل 12.4 طلع تكنولوجي جديده عايزه تطبقها على 12.4، تقوم منزله نسخه جديده من 12.4 ريليس 2 بس تي. كلمه تي معناها ان في نيو تكنولوجي، يبقى لما تلاقي جنب نسخه الاي او اس كلمه تي معناها ان دي فرق ما بينها وما بين اللي قبلها، ان في تكنولوجي جديده انضافت على نسخه الاوبريتنج سيستم ده. كان في اوبريتنج سيستم موجود والاي بي فيرجن 6 اخترعوه، فقامت هي عامله نسخه جديده مدخلك فيها الاي بي فيرجن 6 وسميتها تي. طب وهي بعد ما التي ظهرت حصل فيه بج تقوم مصلحاه، يبقى الخط اللي فوق ده التطور اللي فيه تصليح ايه يا جماعه؟ مينتيننس ديبلويمنت. الخط اللي تحت تكنولوجي جديده بتنضاف. تمام، كان اخرنا يا مصطفى اوبريتنج سيستم 12.4 12.4 ده اخر نسخه عندنا. اول ما 12.4 نزلت راحوا بعدها على طول عاملين نسخه 15. ايه ده؟ من 12.4 نطين ل 15؟ احنا منزلين نسخه اوبريتنج سيستم 15. طب الوضع زمان كان ازاي؟ الوضع زمان ان احنا كان عندنا 8 نسخ تقريبا من الاوبريتنج سيستم، وعلى حسب النسخه اللي انت بتنزلها على الراوتر بتديك الفيتشرز بتاعتها. كان زمان كده، فانت لو منزل نسخه اسمها اي بيز دي نسخة قرعة ما فيهاش حاجة خالص، دوبك بس بتدعم شوية الايبهات وشوية الايه الدي اس ال وما اعرفش ايه، شوية حاجات اساسية كده. طب انا لو انا عايز سكيورتي، لو انا عايز فويس اسف، اروح اشتري نسخة اسمها اي بي فويس، اشيل النسخة اللي عند الاي بيز واحط اي بي فويس. عارف الويندوز كده لما اقول لك هوم اديشن والتيميت وبروفيشنال وسيرفر نفس الكلام. طب لا لا لا، محمد عايز نسخه بتدعم السكيورتي، يروح يشتغل حاجه يشتري نسخه اسمها ادفانس سكيورتي. طب محمد شركه نت وعايز يدعم البروتوكولات بتاعه الوان يشتري نسخه اسمها سيرفيس بروفايدر. طب محمد شركه مالتي ناشونال وعنده راوترات سيسكو ونون سيسكو وعنده حاجات شغاله اي بي وحاجات شغاله اي بي اكس، يروح يشتغل حاجه اسمها انتربرايز بيز. طب محمد عايز سكيورتي وسيرفيس بروفايدر مع بعض، يشتري نسخه اسمها ادفانسد اي بي سيرفيس. طب عايز سيرفيس بروفايدر وانتربرايز، يشتغل نسخه اسمها انتربرايز سيرفيس. طب محمد عايز يشتري نسخه كامله فيها كل حاجه، يبقى كان عندنا كام نسخه كده؟ عدوا كده معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8. وعلى حسب ما انت عايز شيل النسخه دي وحط دي الراوتر بتاعك يدعم الجديد وشكرا على كده والدنيا لذيذه. اهم حاجه بس المساحه بتاعه الفلاش اللي بنحط عليها الاوبريتنج سيستم. عندك فلاشه تاخد ايه؟ ما انا قلت لك بقى على حسب المساحه بتاعه الفلاش وخلاص على كده. وما انت شغال الرام عندك تشيل تشيل كل فيتشرز من كل واحده من دول لها شويه فيتشر، معايا الفلوس اشتري ممكن تضربهم وشيل والدنيا زي الفل. معلش يا باشمهندس، انا عايز بس انواع الراوترات الاحدث. ما اقولك اهو، اقولك الراوترات احدث. راحت سيسكو بعد ما عملت الموضوع ده قالت لك الموضوع ده غم يا عم، الناس بتضربه ومحمود يروح يشيلك نسخه اي بيز وكمان شويه يشيلها ويجيب لنا جايب نسخه من على النت ادفانس سيرفيس. انا كان عندي 20 جيجا نسخ اوبريتنج سيستم بس راوترات وسويتشات، والمره الجايه انا بجيب لكم جي ان اس 3 هجيب لكم معاه نسخ حقيقيه تشتغل على الراوترات بتاعته، لان جي ان اس 3 برنامج شكل الباك تريسر كده بيشتغل عليه اوبريتنج سيستم حقيقي، جيب راوتر وتحط له برنت سيستم حقيقي، فلازم انا اجيب لكم اي او اس. فسيسكو قالت لك كل الكلام الفاضي اللي انت بتعمله ده ملوش لازمه، وقاموا عاملين نسخه اوبريتنج سيستم 15. يا نهار ابيض، ما بينضربش بقى اي او اس 15.
الاي او اس 15 ده يا جماعه جميل بيشتغل على مين؟ على نوع من انواع الراوترات اسمه الاي اس ار، اللي هي راوترات موديلات كام؟ 1900 و2900 و3900. دول احدث راوترات سيسكو عملته، اسمهم اي اس ار جي 2 نيكست جينيريشن. الاي اس ار اختصار كلمه انتجريتد سيرفيس راوتر. بص يا معلم، هي نسخه اوبريتنج سيستم واحد بتدعم كل حاجه، بس معاك فلوس هتشتري لايسنس تدعم لك حاجه. انا عايز ايه؟ اشغل الفويس. هي النسخه اللي موجوده عندك فيها فويس بس مقفوله، عايز تنشطها تعال خد مني كي وشغل فيها سيكيورتي موجوده، عايز تشغلها ادفع فيها سيرفيس بروفايدر. فقال لك ايه؟ انا هديك نسخه باكج فيها يا معلم كل الكلام اللي قدامك ده، بس اللي شغال معاك بس مين؟ اللي شغال معاك بس مين؟ الاي بيز بس، اللي هو ده. ايه يا عم الالم المفروض يجي ليه؟ اهو اللي شغال معاك مين؟ الاي بيز بس ده، دول اللي بيشتغل على 1900 و2900 و3900 الراوترات الجديده. بس انت معاك موجود سكيورتي وموجود الفويس، حاجات بتاعه الفويس، وموجود الحاجات بتاعه السيرفيس بروفايدر، بس مش متاكتف. عايز تاكتفها تعالي بقى على النت اشتري كي وحط. بس خد بالك الكي اللي انت هتشتريه مش هيشتغل على الراوتر واحد، لانه مربوط بالسيريال بتاع الراوتر. يعني ما ينفعش انت عندك 10 راوترات تروح تشتري لهم لايسنس واحده، لا انت عايز 10 لايسنس. هي بعد ما كنت بجيب اوبريتنج سيستم واحد ووزعه على الراوترات بتاعتي كل، ده انت النسخه الملف اللايسنس ده مربوط بمين؟ بالبي كي اي بتاع الراوتر، السيريال بتاع الراوتر اهو. فبيقول لك بعد ما كان عندنا يا معلم 8 نسخ زمان، بقى عندنا ايه؟ خلاص وانت بتاكتف بس اللي فيهم. والله عايز سكيورتي يبقى اي بيز مع سكيورتي، لو عايز يي سي يونيفايد كوميونيكيشن فويس يبقى ايه؟ يونيفايد كوميونيكيشن تاكتف لايس فاين. لو عايز سيرفيس بروفايدر تاكتف الداتا. نفس الفكره بتاعت النسخه دي. اه بالظبط. تشتري كام لايسنس لكام جهاز؟ تمام. طيب الاوبريتنج سيستم بيبقى موجود فين؟ على الفلاش. صح كده؟ اهو هذا الراوتر بتاعي اهو، تعالى نجيبه اهو يا عم. في الحقيقه بنعمل كده اهو، باك تريسر اهو 3900 و2900 اهو كمان. فين يا عم 2911 اهو؟ وده يا عم ايه؟ عايزين نجيب سيرفر كمان، السيرفر ده هنخليه تي اف تي بي، ايه رايكم؟ وبكابل ستريت او بكابل كروس زي ما انت عايز اهو. فاست ايثرنت مع مين؟ مع جيجا ايثرنت. ونخش جوه جيجا ايثرنت ده نحط لها ايه؟ اي بي اهو. تعالى يا عم نشوف الدنيا فيها ايه. مكانش بيكتب؟ متأكد؟ مكانش بيكتب والله؟ هو قال لي بس حلو يعني، كنت عامل الت وشفت كده؟ مش عارف. مكانش عربي؟ لا مكانش عربي. متأكد؟ ايوه. ما اصل عربي عندي هو ما بيكتبش. انا عارف عربي. طب ما كانش سيميوليشن؟ ممكن. لا. كان سيميوليشن؟ بخليه ريال تايم بقى. لا لا اصل مش شغال عليها كده. طيب لا اصل عندي اثنين، واحد عامله على اللاب وكان عامله في الجهاز في الشغل. طيب هنا هنعمل ايه؟ انترفيس اهو يا عم، ما عادش بيكتب رخر ليه؟ انترفيس قلبته انجليزي قلب اهو. انترفيس جيجا زيرو على ايه؟ على زيرو. اي بي ادرس 192.168.1.1 255.255.255.0 ونو ايه؟ نو شوت داون. هنيجي على السيرفر ده ونحط له ايه؟ اي بي من نفس الشبكه اهو،
192 168 واحد كام؟ 10. حلو. واحد واحد ايه الاي بي بتاعه؟ ياه خدنا حاجه كتير قوي يعني. سيرفيس اهو. فين التي اف تي بي؟ اهو شغال اهو ماشي. ودي كل الاوبريتنج سيستم عليها شايفين. طيب لو عايز اخد نسخه من هنا اوديها هنا, يعني اخد نسخه من الاوبريتنج سيستم بتاعي, هعمل ايه؟ هعمل كوبي يا عم محمد من الفلاش لمين؟ للتي اف تي بي سيرفر. هيقول لي حط اسم الاوبريتنج سيستم اللي انت عايز تنقله, اسم الملف, اسم نسخه الويندوز اللي انت عايز تنقلها من الراوتر تاخد منها نسخه على مين؟ على التي اف تي بي. لازم أن تكون معاك. طب لو مش معايا اعمل ايه؟ لو مش معاك تعمل شو فلاش. ليك واد ناصح كده, ليك واد قرد, اعمل شو ايه؟ شوف فلاش الاول, نسخه الاوبريتنج سيستم اهي, خدها كوبي وعينها في جيبك عشان ما تقعدش تجيبها بايدك. وبعدين اعمل كوبي من الفلاش لمين؟ للتي اف تي بي. هيقول لك قول لي اسم الملف ومن انا يا حبيبي اهو. طب حط الاي بي ادرس بتاع السيرفر اهو. متاكد هيبقى باسم ايه هناك على السيرفر؟ هيبقى الاسم ده, نفس الاسم اهو بيكتبه على السيرفر اهو. ده اهو بيعمل باقه اهو, بيعمل باقه اهو, اهو بكل حاجه في الراوتر. لا بس مش كل, مش بالكونفيجريشن, مش بالكونفيجريشن, من غير الكونفيجريشن صح. طب لو عايز اخد نسخه الكونفيجريشن كمان معايا, تقول له كوبي من الرننج مسافه لمين؟ تي اف تي بي. قول له الاي بي بتاع التي اف تي بي اهو. هيبقى اسمه ايه الملف هناك؟ هيبقى اسمه مثلا 1 2 3 اهو, نسخ اهو, قال لك رايتنج 700 بايت. دي الكوماندات. حلو كده. التي اف تي بي سيرفر برنامج صغير كده اسمه تي اف تي بي بيلد, بتجيبه وتسطبه على اي جهاز اي كمبيوتر يشغل لك تي اف تي بي سيرفر. خلصت؟ ها خلصت. فالراجل هنا بيقول لي ايه؟ الراجل هنا بيقول لي انا بعمل شو فلاش علشان اعرف اسم الملف. اسم ملف ايه؟ اسم نسخه الاوبريتنج سيستم بتاع الراوتر, صح الكلام؟ طيب نسخه الاوبريتنج سيستم سي ده يعني سيسكو 1900, الموديل بتاعك 1900. يونيفرسال 9 دي اسم النسخه الجديده اسمها يونيفرسال 9. ام زد يعني نسخه موجوده جوه الميموري ومضغوطه, زد يعني زايب مضغوطه, تمام خلاص كده. دي الفيرجن اللي هي فيرجن 15, تمام. الفيرجن كام من 15؟ فيرجن 2. ريليس كام؟ ريليس 4. اتعمل عليها مينتيننس, ما هو في ام وتي صح. ام يعني مينتيننس وتي يعني تكنولوجي. اتعمل عليها ابديت 3 مرات دوت بين. بقول لك احنا بنعمل باك اب من الفلاش نودي على جهاز اسمه تي اف تي بي سيرفر, ونرجع تاني من التي اف تي بي نعمل ريستور لمين؟ للراوتر. طب بنعمل الكلام ده ازاي؟ بنعمل كوبي لو انت عايز تنقل من التي اف تي بي يبقى السورس بتاعك تي اف تي بي, لو عايز تودي للفلاش يبقى الديستنيشن بتاعك ايه؟ الفلاش. طب لو عايز تعمل عمليه عكسيه يبقى تحط فلاش وبعدين تي اف تي بي, صح كده؟ تمام. طب يا معلم بقى احنا اهو قال لك شو فلاش كوبي من التي اف تي بي للفلاش لو انت عايز تاخد من التي اف تي بي للفلاش. لو انت بقى يا معلم عايز تشتري نسخه اوبريتنج سيستم 15 وتشتري لايسنس سكيورتي او تشتري لايسنس فويس او تشتري لايسنس داتا, عندك راوتر جديد زي اللي احنا شغالين عليه ده وعايزين نحط عليه لايسنس من اللايسنس الجديده دي, نعمل ايه؟ قال لك اولا قبل ما اللايسنس تشتريها ممكن تجربها لمده 60 يوم, وده سؤال جاي في الامتحان. ببلاش؟ ببلاش. اسمها ايفالويشن يوزر. يبقى اي نسخه عندك ممكن تجربها لمده كام؟ 60 يوم, بيسموها ايفالويشن. كل حاجه فيه كامله. يعني مثلا الراوتر بتاعي دهوت انا عايز اشغله فويس بس عايز اشغله ترايل. طب وانا اعرف منين؟ قال لك لو جيت عملت على الراوترات الجديده كلها كوماند اسمه شو فيرجن. شايف شايف شايف؟ قال لك الاي بيز هو اللي شغال يا واد بيرمنت, اما السكيورتي والفويس, الفويس اسمه يونيفايد كوميونيكيشن, والداتا مش شغالين, اللي هو السيرفيس بروفايدر, حاجه بتاع السيرفيس بروفايدر, الداتا بتاع حاجه بتاع السيرفيس بروفايدر. ده جبته من كوماند اسمه ايه؟
شو فيرجن. على فكره الراوترات القديمه لما كنت بتعمل شو فيرجن ما كانش بيبان لك الكلام ده يا ناصح. ده في 2900 و1900 و3900 بس. طب ظاهر لك ايه؟ قال لك الاي بيز هي اللي موجوده. طب احنا عايزين نشغل الايه؟ الفويس. نشغلها كده ديمو. نعمل ايه يا ابو حميد؟ قال لك كونفيجر تيرمينال وتكتب كوماند اسمه لايسنس بوت. لو انت ما انتش عارف اعمل كويتشن مارك مديول كويتشن مارك نوع ايه سي 2900 الراوتر نوع كده كويتشن مارك تكنولوجي باكج كويتشن مارك. عايز تشغل سيكيورتي ولا تشغل فويس؟ عايز تشغل سيكيورتي. انت متاكد ان انت شغل سيكيورتي؟ فقال لك والله انا كده هكتب لك اللايسنس بتاع مين؟ بتاع السيكيورتي. تمام اهو. والمده كام؟ هتلاقي فوق هنا مكتوب 60 يوم اهو اهو شايفينها بيذلني ابن الذين اهو. انت هتاخد 60 يوم ايفالويشن بيريود. بعد 60 يوم انت عارفين سيكيورتي زي ايه؟ زي الحاجات اللي هناخدها المره الجايه بتاعت الاي بي سيك دي. ما تشتغلش على اي راوترات، لازم ان الراوتر بتاعك يكون عليه لايسنس سيكيورتي. كل البروتوكول بتاع الانكريبشن والتشفير والحاجات دي كلها الراوترات الجديده ما يعرفش تشغلها، لازم يكون انت معاك لايسنس سيكيورتي. المده التجريبيه دي ما بتاعش اشغلها 60 يوم عادي، بس بعد 60 يوم الفي بي ان بتاعتك هتقع. صح، كان الكلام ده مش موجود قبل كده. ده مصيبه. بس وده 900 الحاجات الجديده الحيتان الكبار. ولو جبت الكي هتقول لنا خلاص يعني. لسه هقول لك بقى الكي بيجيبه ازاي. انا كده شغلته لك ايه تجريبي. تمام؟ مش هيبان معاك، يعني لو جيت دلوقتي عملت شو فيرجن ما ترمي ام الجهاز يا مصطفى وتخليك معايا. شو فيرجن مش باين معايا اهو. لازم نعمل ايه يا معلم؟ لازم نعمل رايت وريلود. اهو. عشان تتاكتف معاك 60 يوم. ما ينفعش لقط معاك يا معلم. عارف باليو دي اي بتاع الراوتر اهو، ما كانش حد غلي. سلام، ده انا كنت عايز موظف يعمل كده. شو فيرجن اهو. قال لك ايه يا معلم؟ انت خدت سكيورتي اي بس ايه؟ ايفالويشن. صح، خدت السيريا دي بس ايفالويشن. طب انا بقى لو عايز اكتبه حقيقي ومعايا فلوس، انا راجل معايا فلوس عايز اخش اشتري لايسنس، تعمل ايه؟ تعال بقى نشوف الخطوات. عرفت ازاي انت بتنزله ديمو؟ تعال بقى نشوف الخطوات ازاي بنعمله حقيقي. حقيقي انت بتوصل اللاب بتاعك بعد ما تخليه تي اف تي بي سيرفر، بتوصله بالنت، وبعدين بتروح تختار الاي او اس ايمج اللي انت عايز تنزلها من على موقع سيسكو وتنزل. طيب في الاي او اس 15 بقى الجديد بتعمل ايه؟ الصفحه دي انا هرجع لها تاني، ممكن هرجع لها تاني. لو انا عايز اشتري لايسنس بقى للاي او اس 15، قال لك في كوماند عندك اسمه شو لايسنس، اعمله الاول على الراوتر. اهو باجي كده على الراوتر بتاعي، ركز كده معايا، اعمل شو لايسنس. هيقول لك غلط، اعمل شو لايسنس يو دي اي. يو دي اي قال لك ايه؟ اي راوتر في الدنيا بيبقى له برودكت اي دي، والفاتوره بيبقى لها سيريال نمبر. برودكت اي دي ويبقى لها سيريال ايه؟ نمبر. لو حطيت الاثنين دول جنب بعض بيديك رقم اسمه يو دي اي. الرقم ده استحاله يتكرر مع اي ديفايس سيسكو تاني. حلو يا معلم. اللايسنس بيجي على الرقم ده، فالرقم ده تاخده كوبي وتعينه قبل ما تخش على النت، عشان هيطلبوا منك اول ما تدفع الفلوس. لان اللايسنس هتيجي على مين؟ على الرقم ده. مش ده الراوتر اللي انت عايز تنزل عليه النسخه، تنزل عليه اللايسنس بس. حلو الكلام. وبعدين يبقى اول حاجه بعملها على الراوتر اللي انا عايز اكتب عليه النسخه شو لايسنس يو دي اي، فبيجي لي رقم مكون من البرودكت اي دي والسيريال نمبر. الرقم ده اسمه يونيك ديفايس ايدنتيفاير اهو. باخده كوبي، ده ما بيتكررش يا مصطفى مع اي ديفايس تاني. وبعدين يا معلم، وبعدين لما تعمل شو لايسنس يو دي اي على الاجهزه 1900 2900 3900 دي بنسميها سيسكو اي اس ار جي 2 نيكست جينيريشن. دي الراوترات الجديده بتاع سيسكو. اعمل ايه؟ مش تعمل حاجه، كل اللي انت هتعمله
لإما بتنزل برنامج من على السايت بتاع سيسكو اسمه سيسكو لايسنس مانجر، والبرنامج ده بينزل فور فري كتر خيرنا مدينه لك ببلاش بس تطبعه عندك، لإما بتروح تخش على الموقع على طول بتاع سيسكو سيسكو.com وبعدين تقول لهم والله انا عايز اشتري اللايسنس بتاعه الفويس، يقول لك والله تمنها $1,000، تدفع $1,000 وتاخد رقم فاتوره، رقم الفاتوره اسمه ايه؟ اسمه الباك برودكت اكتيفيشن كي، برودكت اكتيفيشن كي. البرودكت اكتيفيشن كي بتاخده هو واليو دي اي، فاكرين اليو دي اي؟ بتاخد الاثنين تحطهم في الصفحة اللي بعد اللي هيحولك عليها، هيقوم بعت لك ملف لايسنس، ملف الملف ده هو يا جماعة لإما بيبقى الامتداد بتاعه .xml لإما بيبقى الامتداد بتاعه .lic. مين اللي بيختار؟ انت اللي بتختار عايز xml ولا lic. الملف ده بتاخده تحطه عندك على الجهاز، هو ده الاكتيفيشن بتاعة الفويس، هو ده الاكتيفيشن بتاع السكيورتي. مش هتاخده وهتاخده بكوماند تاني على الراوتر وتعمل له انستول، اول ما تعمل له انستول اتركب على الراوتر. طب ينفع اخده على الراوتر ده احطه على الراوتر التاني؟ ما ينفعش. ماشي، ما كانش نعذر. لازم لازم تعمله باك اب، تاخد تعمله اكتر من نسخه. ما اعرفش دي بس ممكن تفتح تيكت هما بيجيبوا لك اي حاجه، الكاستمر سيرفيس عندهم رهيب، فاهم كده؟ فممكن لو وقع منك وانت معاك رقم الباك تجيبه، معاك رقم اليو دي اي اكيد هتجيبه، لان اي ديفايس دلوقتي بقى متسجل في سيسكو هو عليه لايسنس ايه وايه. تمام بالظبط. هتاخد الفايل ده يا معلم وتعمل له ايه؟ انستول، تعمل له انستول، تنزله على الراوتر او على السويتش بقى عندك. حلو الكلام. طب نعمل له انستول ازاي؟ قال لك خد بالك، لو انت عايز تاخد سيرفيس بروفايدر او فويس او سيكيورتي، كل واحد من دول له فايل تاني مختلف. انت بس اللي معاك مين؟ الاي بيس. طب هنحطه ازاي؟ قال لك ولا اما تخش على سيسكو اللي هو البرنامج بتاعهم لايسنس مانجر، تنزله فور فري من على الموقع ده، لا اما تخش على طول على الموقع بتاع اللايسنس. نعم بتبري سنه ولا فري؟ على حسب بقى انت متفق على ايه، على حسب انت المود السنه ولا فوريفر ولا ايه بالظبط، على حسب العرض بتاعهم. كله بفلوس، الكحه حتى بفلوس. اول ما تدفع الفلوس بيديك رقم فاتوره اسمه الباك، بتحطه مع اليو دي اي اللي انت جايبه من جوه، تمام، وتبتدي هو يبعت لك ملف اللايسنس بتاعك. جالك اللايسنس، في كوماند بتكتبه على الراوتر اسمه لايسنس انستول، وتقول له المكان اللي انت مخزن فيه الفايل TFTP، تمام، وتديله اسم الفايل. تمام، هو لو موجود على الباك تريسر عامله لكم، بس اي ثينك انه مش موجود على الباك تريسر. اهو كونفيجر تيرمينال لايسنس انستول، مش موجود اهو، مفروض اديله اسم الفايل يجيب، انما هو مش موجود، موجود بس اللي بيشغله ايه لمده 60 يوم بس. تمام، بعمل اهو لايسنس انستول واديله اسم المكان، بديله امتداد الفايل بس، بديله اسم الفايل بالامتداد. تمام كده، وهو موجود على التي اف تي بي كمان، لانه هيطلب مني الاي بي بتاع التي اف تي بي. تمام، فبقول له لايسنس انستول تي اف تي بي، يقول لي ما هو ده لازم يكون عندك سيرفر. وما هتعمله داونلود للفايل ازاي؟ بالظبط كده. تمام كده، لو عملت شو فيرجن بقى بعد ما تنزله هتلاقيه بيرمنت. خد بالك احنا كان ظهر عندنا ايفالويشن اللي منزلينه ديمو، هنا بيرمنت شغال. شو لايسنس، يقول لك اللايسنس اللي معاك. تمام اهو اللايسنس بوت مديول كده، ده اللي بيشغله ايفالويشن، ده اللي احنا كتبناه صح لمده 60 ايه 60 يوم. ممكن تاخد سيف من الـ من الـ من الفايل من على الراوتر تحطه على تي اف تي بي او حطه على الفلاش. لايسنس سيف، لايسنس سيف او انت واقف على الراوتر على الفلاش اول لايسنس ال اي سي، شوف فلاش هتلاقي ملف اللايسنس موجود فين على الفلاش. طب لو عايز اخد منه نسخه على على اقول له تي اف اي تي بي عشان اعمل باك اب منه. حلو الكلام. طب لو عايز اوقف اللايسنس ده
اقول له لايسنس بوت مديول كذا كذا في الاخر ايه ديسيبل وقف خلاص. والسمر بتاع الشابتر